تتعلق بدعوة جادي أيزنكوت لإقالة رئيس الموساد أو لتكليف شخص آخر بإدارة ملف المفاوضات تحدث أيزنكوت عن عدة أمور بداية رئيس الموساد الملف الأساسي الموكل إليه هو ملف النووي الإيراني وعليه أن ينشغل بهذا الملف بحسب ما تنقل صحيفة يدعوت أحرنوت عن جادي أيزنكوت الذي كان في السابق رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي كذلك رئيس الموساد بحسب ما يكشف أيزنكوت لا لا يتحدث اللغة العربية، لا يعرف العقلية العربية على حد تعبيره، بالتالي يطالب بشخص اخر يتقن اللغة العربية، عاش تعامل سابقا مع الفلسطينيين ومع العرب من اجل التوصل او خوض المفاوضات والتوصل الى اتفاق. تاريخ رئيس الموساد غير معروف، من غير الواضح ما هي الملفات او المهمات التي اوكلت اليه عندما كان عنصرا في الموساد نظرا للسرية الكبيرة التي يحاط بها قادة الموساد والضباط. داخل جهاز الموساد كل ما يعرف عنه انه كان سابقا نائبا لرئيس الموساد ولا يعرف اي الملفات تولى وان كان لهذه الملفات اي شان بالفلسطينيين او العرب لكن واضح منذ العام 2002 حتى اليوم وتركيز الموساد بالاساس على الملف النووي الايراني ومن هنا تاتي المطالبه ب توليه شخص اخر اداره المفاوضات عوضا عنه، لكن ايضا هناك اسباب شخصيه، رئيس الموساد وصف خلال الاشهر الماضيه بانه الشخصيه المواليه او الاكثر قربا لبنيامين نتنياهو داخل الوفد المفاوض الاسرائيلي، اكثر من رئيس الشباك، اكثر من ممثل الجيش الاسرائيلي في طاقم المفاوضات، ويعتقد من يطالب باقالته او بتوليه شخص اخر اداره ملف المفاوضات ان تغييره سيؤدي باي شخصيه كانت تقريبا الى الصدام مع نتنياهو والى تبني اجنده مستقله عن التي يروج لها نتنياهو لكن يبقى قرار التعيين بيد نتنياهو وربما يختار نتنياهو شخصا اخر محسوبا عليه اكثر لتولي هذا الملف. اشكرك جزيلا يا. راس العربي احمد دراوشي في القدس.